لاعب نور وصفاره وفاول، مدي فاول على حماده يحيى. فؤاد سلامه يلعب واحده طوليه ناحيه الشمال، محاوله مقطوعه صفاره، عمر عمر جول، عمر النجدي جول، اتلعبت بسرعه وعمر النجدي بيجيب الجول الاول لمصر للمقصه بعد حوالي 13 دقيقه. عمر النجدي اتلعبت حلوه سريعه، عمر النجدي في الدقيقه 13 ادي عمر النجدي رقص وراح وحطها على طول جوه الجول، الهدف الاول لنادي مصر للمقصه. الدقيقه 13 تقدم لمصر.